قضيتنا النهاردة هي قضية شائكة جدا وتهم كل بيت مصري وكل مواطن مصري. قضية كلنا بنصرخ منها بقالنا شهور طويلة. قضية البلطجة في مصر. صناعة البلطجة في مصر صناعة رائجة جدا، كانت رائجة قبل يناير وأصبحت أكثر رواجا بعد يناير. احنا بنطرح القضية دي ليه وحققنا فيها ليه وبذلنا مجهود كبير جدا عشان نوصل للحقائق اللي حضراتكم هتشوفوها قدامكم والاعترافات والمفاجآت الصادمة للجميع، علشان ما فيش حد فينا بيودع ولاده وهم خارجين المدرسة الصبح إلا لما بيكون بيدعي ربنا إنهم يرجعوا سالمين، وما فيش حد فينا برضو بيتأخر بيه الوقت برا وبيبقى حاطط إيده على قلبه وهو راجع بيته إن يقابله كمين بلطجية مش كمين شرطة ويسرقوه أو يضربوه أو لا قدر الله يقتلوه. ومين منا برضو طول الليل ما بيفتحش الشباك بتاع بيته يطمن على عربيته انها ما اتسرقتش بعد ما سمع وقرى وشاف عشرات الالاف من السيارات التي سرقت منذ يناير حتى الان، في حالة مش الانفلات الامني، في حالة الغياب الامني. انا بحب دايما اسميها الغياب الامني لانه فاعل فعل، يعني في حالة غياب امني ربما تكون مقصودة او غير مقصودة، ولكن ده اللي هنعرفه في التحقيق دلوقتي. البلطجية في مصر لهم مصانع من سنوات طويلة، المصانع دي بتصنع بلطجية. كانت الحكومات السابقة والنظام السابق بيستخدم هؤلاء البلطجية حسب الهدف اللي هو عايزه. كان النظام السابق والأمن أيضا بيربي البلطجية في مصر لأنه بيحتاجهم في انتخابات، سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية، بيحتاجهم في استفتاء، بيحتاجهم لتأديب معارض أو أي حد بيمثل خصم للنظام أو للحزب الوطني. وكنا بنشوف دايما البلطجية دول بيظهروا في هذه المناسبات وكأنهم منظمين بشدة، وكأن في حد رسم لهم الخطة وحد بيدفع وبيجيب لهم الأكل والبرشام وكل حاجة. احنا النهاردة بنخترق صناعة البلطجة لأسباب كتيرة، أهمها أنه في تصاعد خطير جدا لأحداث البلطجة والسطو والسرقة والقتل في الشارع المصري، وكل الناس بتسأل هي فين الشرطة هو فين ضباط الشرطة. عندنا حسب تصريح رسمي للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الحالي، بيقول ان في مصر لا يقل عن 500,000 بلطجي، يعني 500,000 بلطجي. بحسبة بسيطة جدا هنلاقي ان كل 170 مواطن مصري في 85 مليون له بلطجي يهدد حياته، يعني كل 170 مننا لهم بلطجي هم هدف لي. عدد المسجلين خطر في مصر 110,000 مسجل من فئات ألف وب وجيم حسب خطورة هذا المسجل. يعني احنا عندنا تقريبا شعب عدده يساوي عدد بعض الدول من البلطجية. بالبحث والتقصي اكتشفنا انه اشهر الاماكن اللي بينتشر فيها البلطجية في مصر مثلا محافظة القاهرة لها نصيب كبير جدا. هنلاقي مناطق زي باب الشعرية، الزاوية الحمراء، المسكي، الحدائق، ابو رجام، عين شمس، مصر القديمة، عزبة ابو قرن، اسطبل عنتر، الجيارة، البطنية، سوق السلاح، منشية ناصر، الدويقة، السلام، الشرابية، ابو رجيلة والبطنية. في القليوبية في مناطق هي بتمثل مصانع البلطجية زي كوم السمن، الأشيش، الجعفرة، أبو الغيط، شبرا الخيمة، ميت حلفة، أم بيومي، عزبة عثمان، تل اليهودية، مسترد، بهتيم. في الجيزة كرداسة ومبابة وأسيم والبدرشين وبولاق الدكرور والوراق وفيصل وكفرة هرمس وكنسة والمنيب. في الإسكندرية في العمرية، كرموز، الهجامة، المنتزة، محطة الرمل، المنشية، غربال. سنة 98 طلع قانون سميناه في الصحافة وفي الشارع قانون البلطجة بعد انتشار الترويع والتهديد للمواطنين. وكان الباب السادس اللي أضيف في الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان الترويع والتخويف اللي هي بين قوسين البلطجة، اشتمل على مواد محددة لتجريم كافة صور ترويع وتخويف المواطنين والعقاب ليهم. وتضمنت المواد تشديد العقوبات على هذه الجرائم إذا توفرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة.
لكن في 2006 المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ممدوح مرعي قضت بعدم دستورية هذا القانون اللي مضاف لقانون العقوبات واللي تضمن تجريم عدد من الأفعال المؤثمة في القانون. وعشنا في مصر بدون قانون البلطجة حتى جاء المجلس العسكري مؤخرا وأضاف في قانون العقوبات عقوبات مغلظة ومشددة على البلطجية والذين ينتهكون سلوكيات مروعة للمواطنين. القضايا كتير اللي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، ولكن اللي هنشوفه في التحقيق النهاردة عشان ألفت نظركم لهذا الأمر، اللي هنشوفه في التحقيق النهاردة هو عدد القضايا التي تم ضبطها، هو عدد ضخم جدا. ده ما يمنعش ان في قضايا كثيرة أخرى أو جرائم من البلطجية حدثت ولم يتم ضبطها أو الإشارة لها، وأيضا لم يتم الإبلاغ عنها من مواطنين كثيرين، خصوصا فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض. زمان لما كنا بنتفرج على السينما كنا بنشوف توفيق الدقن راجل شرير جدا، شرير السينما المصرية، كان آخره انه يضرب البطل قلمين عشان ياخد منه البطلة ويتجوزها. وكان محمود المليجي الفنان الكبير لما بيطلع على الشاشة ويعمل لنا كده بعينيه بس كنا بنترعب كلنا من منظر محمود المليجي. لكن كان في فريد شوقي اللي كان بيضربهم الاتنين مع بعض وينقذ البطلة وينقذ كل الناس الكويسين من توفيق الدقن ومحمود المليجي في السينما. هل مصر فعلا محتاجة فريد شوقي دلوقتي؟ او بمعنى بلدي او عامي زي ما مواطنين كتير بيقولوا، هل البلطجة في مصر، الشعب اللي تعداده 500,000 على اقل تقدير، محتاج ذكر؟ اعتقد ان احنا محتاجين من وزارة الداخلية واجهزة الامن ان هم يلتفتوا لمسألة البلطجية دي والأزمة الكبيرة اللي عايشاها مصر، علشان في الآخر هذه الدولة ستنمو، دولة البلطجية ستنمو في مصر وستؤدي إلى خراب عام. خلونا نروح للتحقيق التلفزيوني، وأنا بعتذر لكم مقدما عن الصدمات اللي فيه اللي حضراتكم كلكم هتشوفوها، ولكن احنا بنعمل ده عشان في الآخر لازم نفهم. هنروح لفاصل إعلاني ثم نرجع مرة أخرى إلى التحقيق التلفزيوني اللي أعدته الزميلة الصحفية المحققة الرائعة دارين فرغلي والمراسل عمرو أحمد، وساعدهم في الكاتب الصحفي الجميل الأستاذ يسر البدري المتخصص في شؤون الأمن، في التغطية الصحفية لشؤون الأمن. وبنشكر أيضا الجرافيك ديزاينر الأستاذ محمد المغربي والبرومو ديزاينر الأستاذ إيهاب خليفة. نروح للفاصل ثم التحقيق ثم نعود مرة أخرى، لأن عندنا مفاجأة هائلة جدا في هذه الحلقة. عامل حزام في وسطه، ده رسم ده معه على طول بكذلك، وبعد كل ده يمسك السكينه السنجه اللي كانت في ايده وراح لحس الدم اللي عليها بدور. مفيش قلب، يعني مفيش رحمه. حاله من الذعر اصابت المصريين في الشهور الماضيه عقب حاله الانفلات الامني وهروب المسجلين من السجون وانتشار البلطجيه وقيامهم باعمال القتل والسرقه والترويع. كلمه بلطجي تعني حامل البلطة باللغة التركية، حيث كان الجنود البلطجية يتقدمون القوات الغازية، يقطعون الأشجار بالبلط ويشقون الطرق حتى تستطيع قوات المشاه العبور. وفي الثلث الأول من القرن العشرين أصبحت كلمة بلطجي صفة سيئة تعني الشخص المستهتر الأقرب إلى الفتوات في الحياة الشعبية، حتى وصل الأمر لصدور قانون في السنوات القليلة الماضية لمكافحة أعمال البلطجة وترويع الآمنين، لتصبح كلمة البلطجي في نهاية الأمر مرادفا للمجرم. وقد رصدت أحدث الدراسات الجنائية 17 نوعا للنشاط الإجرامي، كان أشهرها بلطجي يستأجر للقتل ويسمى جنازة، بلطجي تخصص مقاومة سلطات ويسمى البوب، بلطجي يفتعل إصابات بجسده ويسمى رمي بلا، بلطجي للتباهي والتفاخر ويسمى نواقص، تصادمي غشيم لا يعي ما يفعل،
بلطجي مستجد يقوم بأعمال معاونة ويطلق عليه بلية أو صرصار. البلطجية بقى دخلوا مصر لما لا مؤاخذة يعني السياسة اتجوزت البلطجة. السياسة اتجوزت البلطجة من أول ما بدأت أجهزة البوليس السري تستعين بناس المرشدين اللي هم بيقولوا أخبار عالم الجريمة للبوليس، وغالبا المرشدين دول كانوا بيبقوا مجرمين سابقين. النظام السابق كان حريص على زيادة الفقر والعشوائيات والأمية لسببين، أولا عشان نبقى شعب لا يستحق الديمقراطية، وأيضا عشان يلاقي بلطجية يستغلهم في أعمال غير مشروعة. لا 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 لا، دول ما كانش بيتقبض عليهم. بيتقبض عليهم إيه؟ هيتقبض دول رجالة، دول الحاشي هيتقبض عليهم إزاي؟ لا دول حصانة، دول كانوا بلطجية ذوي حصانة، يبقى يتقبض عليهم. وفقا لإحصائيات حصلنا عليها من قطاع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، فإن معدلات الجريمة في مصر زادت في الفترة الأخيرة بشكل شديد الخطورة، فقد وصل عدد قضايا حوادث القتل إلى 114 قضية في شهر فبراير الماضي، وارتفع ليصل إلى 200 قضية في شهر أغسطس. أما حوادث السرقة بالإكراه فكان عدد القضايا قد وصل إلى 88 قضية، وتضاعف خلال 6 أشهر ليصل إلى 166 قضية. وفي الوقت الذي لم يرصد فيه القطاع أي حالة خطف في شهر فبراير، إلا أن شهر يوليو شهد حدوث 35 حادثة خطف، كما وصل عدد الهاربين من السجون الذين تم ضبطهم إلى 3258 في شهر أغسطس. ورصدت إحصائيات قطاع الأمن العام 37 قضية هتك عرض في أبريل الماضي و59 حادثة حريق عمد. أما حوادث سرقات الشركات فقد ارتفعت من 402 حادثة في شهر فبراير إلى 803 في شهر أغسطس، وزادت حوادث سرقات السيارات بشكل كبير خلال الشهور الماضية، حيث وصلت إلى 795 حادثة في شهر فبراير، واستمرت في الصعود حتى وصلت إلى 1124 حادثة سرقة. ووصل عدد قضايا السلاح الناري إلى 1405 قضية، والسلاح الأبيض إلى 4627 قضية، والمخدرات إلى 2098 قضية، كما تم ضبط 3258 من المسجلين خطر في شهر أغسطس. وفيما يخص التشكيلات العصابية فقد رصد القطاع 8 تشكيلات في شهر فبراير، تضاعفت حتى وصلت إلى 97 تشكيلا في شهر أغسطس. وقد وصل عدد البلطجية في مصر إلى 500,000 بلطجي وفقا لتصريحات المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، وترفض وزارة الداخلية الإعلان عن رقم محدد للبلطجية وفقا لسجلات قطاع الأمن العام. ويتمركز البلطجية في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية. التشكيلات العصابية زادت لعدة أسباب. أولا هروب عدد كبير جدا من المساجين، ونلاحظ حاجة، إن المساجين اللي أصروا على الهروب هم ذوي الإجرام، العناصر الإجرامية العتيدة. أما اللي رجعوا اللي هربوا في الهوجة كده، دول رجعوا سلموا نفسهم. من هم هؤلاء البلطجية؟ كيف نشأوا وكيف يفكرون؟ من هم ضحاياهم؟ وما هي أساليب ارتكابهم لجرائمهم؟ لنجيب عن هذه الأسئلة اخترقنا عالم البلطجية في مصر. أنا سمعت إن أنا هجام نسرق، نيجي مع الشقق نسرق فلوس. مرتبط البلطجية بالأشخاص الذين لم ينالوا أي قدر من التعليم أو قدر بسيط من التعليم، الذين يعيشون في مناطق الفقر، مناطق تتسم بالفقر وبالأمية. أيضا يمكن هي ارتبطت بانعدام الأمل في المستقبل أو في فرصة عمل شريفة تحقق طموحات الأفراد. كنا قاعدين في أوضة أربع أخوات، والد وأمي، قعدنا سبت البيت أنا ومشيت مع أصحابي، ابتدينا نسرق مع بعضين، نلعب أمور ونخسر، نطلع نسرق تاني. أنا فقير
اسرق ولا اقتل ولا اقطع الطريق على الناس، لا. هم انسان فقدوا الامان، احساسهم الشخصي بالامان. مره اشتغلت مع واحد ضربني فتحت له دماغه بالمفتاح. اول حاجه سرقنا شنطه من واحده وهي ماشيه. كان عندي 7 سنين. الذين يعتدون على حياه الناس او اعراضهم او اموالهم ويقطعوا الطريق، دي الجريمه اللي بنسميها في الفقه الاسلامي جريمه الحرابه. عشان بيجيبوا نفرين ثلاثه ومعانا سلاح فبنخش عليه، ما بيبقاش خايفين منه، هو اللي بيخاف منه فبيطلع اللي في جيبه، لو قاوم بنضربه. اعتقد ان كلهم بيفضلوا العمل في مجموعات، لان العمل في مجموعات هو بيعطيهم القوه الاكثر والحمايه اكثر. في مره واحد مسكناه ضربناه لغايه لما جسمه كله صفى دم، ده صعب عليا بعد كده بعد ما ضربناه وخدنا منه الحاجه. كلما اشتدت صوره الجريمه الحرابه اللي هي البلطجه بالتعبير بتاعنا، كلما اشتدت العقوبه عليها. بيبقى ماشي كده بنشوفه وماشي ماشي التليفون على حاجه بنوقفه ناخد منه التليفون ونفتشه وبناخد بعدين ونمشي. قوم ولا حاجه بنحضر بينه. لما يوصل لدرجه البلطجه والترويع ما بيحسش بذنب. كنا ماشيين انا وواحد صاحبي وقفنا عربيه ملاكي فيها واحد خطيبته، فتشته وهو بيفتش خطيبته فاغتصبها. واعتقد البلطجي سلاحه لاعمال البلطجه انه يتناول هذه المخدرات. الفلوس اللي بناخدها بنصرفها بنجيب بيها هدوم ونجيب بيها مخدرات وبراشيم، وبعد كده بتخلص الفلوس بننزل نسرق تاني. هو انسان حاسس بقدر كبير من الضياع. ما بحبش الشغل. طول ما الفلوس بتيجي بسهوله بكل سهوله فما تفكرش انك انت تشتغل اي حاجه. مسجلين خطر او معتاد الاجرام بيبقى سيان عليه انه يدخل السجن او ما يدخلش السجن. قاعدين في السجن معانا برشام ومعانا فلوس فعادي. بناكل وبنشرب وبننام وبنبرش. بعد ما حصل الانهيار الامني في عقب احداث الثوره يوم 28 تحديدا من يناير، بدأت الوزارة تتعافى. قعدنا 7 سنين في السجن، وساعة الثورة هربنا. طلعوا علينا العرب ورفعوا لنا سلاح وهربونا. اقتربنا أكثر من ضحايا عالم البلطجة لنسمع قصصهم ونرصد معاناتهم. ففي حي الحسين يعيش سكان المنطقة حالة من الذعر سببها لهم أحد أشهر وأشرس البلطجية هناك ويدعى محمد إسماعيل الزغبي. الحاج محمود صاحب مقهى في منطقة الحسين هو من ضحايا الزغبي الذي قام بالتعدي عليه وقطع إصبعه. فأنا قمت أجيب منه الكرسي، بصيت لقيته بيلوح بالسلاح وراح نازل على إيه؟ على رقبتي، جاي نازل على رقبتي. فأنا رحت عامل إيه؟ صادد واخد الخبطتين تلاتة أخدتهم على إيدي. بصيت صباعي ده ما شفتوش الا في المستشفى. انا بؤكد ان احنا بنتصدى وبحزم كل هذه العناصر. كل يوم الشرطه توعدني بتديني اسبوع 3 ايام بتاع مش شايف فيه نتيجه. مفيش بلاغ النهارده لا يتم اخذه بمخزل الجد. اذا كانت هناك سلبيات قبل ثوره 25 يناير فانا اعتقد ان هذه السلبيات او هذه الظواهر السلبيه قد انتفت تماما. ان كانت العنايه الالهيه قد انقذت هذا الشيخ العجوز من الموت، فإن الزغبي لم يكتفي بذلك وقام بقتل ابن عمه ثاني أيام العيد لرفضه إعطائه الإتاوة اليومية. راح مطلع الخرطوش من جيبه وراح ضربه بيه وهو قاعد على الكرسي كده. طبعا جوزي قاعد مش مدي أي إخوانه ومش في باله إن هو هيضربه ولا هيموته. وراح طالع أول طلقة جت على الفاضي، وتاني طلقة راحت جت في رجليه هنا كده وهو قاعد، راحت قلب على الأرض وقع في الأرض غرقان في دمه. طلع الصنايعي من البدروم من تحت بيقول له انت بتعمل كده في ابن عمك حرام عليك. قال له ابن عمي، وراح مطلع السنجه من جيبه وراح نازل بيها على رقبته وعلى وشه وقطعه بالسنجه، وراح مد ايده في جيب القميص بتاعه وراح واخد الفلوس اللي معاه وراح جاري. اتصل بيا واحد قال لي الحق ابوك تعيش انت. هو انسان مجرم، مجرم بكل المقاييس، ماشي بالكلب بتاعه في الشارع على طول وبيهدد الناس ومحدش بيقدر يتكلم معاه. جه في سنه 96 واخد بال حضرتك، طلع افتى باهدار واحد صاحبه، افتى باهدار دم اتنين كانوا بيعملوا حفلات مش كويسه، افتى باهدار دمهم فطلعوا ذبحوهم. طبعا هو اللي ذبح، هم الناس اللي معاه طلعوا ثلاثه معاه طلعوا ما عملوش حاجه، هو كانوا بيمسكوا بس. ما اتقبضش عليه واتحبس لان ما فيش حكومه وان هو تبع البلطجيه بتاعت الحكومه. بعت تلغرافات للمشير وفاكسات، بعت تلغرافات لوزير الداخليه وفاكسات ومدير الامن والنائب العام والمحامي العام ومفيش نتيجه. ده الضابط اللي اتقتل في دار السلام تاني يوم جابوا القتل.
هل الضابط ده احسن من ابويا؟ اعتقد لا. لو استعرضنا المجهودات اللي قام بها قطاع الامن العام في الفتره اللي فاتت، لا مجهودات كبيره ومتنوعه. لما اقول لحضرتك مثلا ان عندنا كان عندنا 23,700 مليون هربانين من السجون بعد احداث الثوره، ونقول النهارده ان لم يتبقى من المسجونين الهاربين عن حوالي 5,000، يبقى دي نسبه كبيره جدا من عمل الظابط. ورجل الشرطه هو المسؤول عن تطبيق القانون، وبالتالي فهيبه رجل الشرطه بيستمدها من خلال تطبيقه للقانون. لا دلوقتي اسهل، عشان دلوقتي مفيش حكومه زي الاول. الحكومه بتخاف من الشعب. هو ما بيخافش من رجل الامن، لانه اولا لازم نبقى فاهمين انه لما السجناء خرجوا من السجون وهربوا من اقسام الشرطه، هم رجعوا تاني وهاجموا اقسام الشرطه، 92 اسم شرطه في القاهره وحدها، وحرقوها وضربوا الضباط البلطجيه اللي هم كان الضباط بيستعينوا بيهم اصلا. نطلع الدائري، هي دي المصالح اللي بنعملها. طب نطلع الدائري نفرين ثلاثه، فبنطلع نثبت العربيات فوق، بيبقى معانا وصل امانه بنمضي عليه. يكون حريص بقى ان هو يتاكد من ملامحه، يتاكد من الوسيله اللي راكبها، يعرف ياخد رقم العربيه، لونها، اوصافها. الحقيقه كل ده بيساعد ويبادر بقى بالابلاغ. ظل البلطجيه لسنوات طويله يستخدمون من قبل النظام السابق كعصات لارهاب الشرفاء خلال الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه، وبعد ان سقط هذا النظام واصبح رموزه خلف القضبان، تظل المخاوف قائمه من ان يكون بلطجيتهم عائقا امام بناء مصر جديده. ده مصنع جديد او تصنيع مش جديد بقى، يعني دلوقتي كان موجود بس بيظهر في المناسبات، في مناسبة انتخابات، في مناسبة حاجة سياسية. قانون البلطجة طلع بعد تصاعد حدة العنف في المجتمع المصري وظهور العديد من انماط العنف المرتبطة بالسرقة باكراه، ويمكن دي قد اقصى حاجة كنا بنعاني منها. سنة 2006 حكم بعدم دستوريته لعيب في الاجراءات، لكن من 2006 ل 2011 لم يسعى احد لانه يطلع مره اخرى، لدرجه تشكك انه طب ليه لم نسعى لاعاده اصداره باجراءات سليمه، وكاني كانوا قاصدين انه تظل مصر بدون قانون البلطجه، لان البلطجيه بقوا في حضن القانون. اللغه اللي جايه هي لغه البلطجه في مصر، والخطر اللي جاي، وبقول اهو الخطر اللي جاي وهيبان قريب جدا في الانتخابات اللي جايه، هنسمع وهنتفرج على بلطجه زي الحرب الاهليه. نحن ملتزمون بعدم التدخل في العمليه الانتخابيه، وانا اعتقد ان الانتخابات كلها هتجرى من خلال اللجنه العليا للانتخابات، ولا دخل لوزاره الداخليه في الانتخابات من قريب او من بعيد. يقتصر دورنا فقط على تامين اللجان من الخارج بالتنسيق والاشتراك مع اخواتنا في القوات المسلحه. البلطجي ده بدل ما هياخد فلوس ويروح يضرب واحد تاجر ولا واحد بتاع، ممكن يضرب حد سياسي فوقه بقى يا ناس، ممكن يقلب البلد. ما احنا معروفين، بيسال علينا في اي حته، ما فيش، معروفين في كل حته. لا شك في هذا، ان الشرطه ليست بعزمها اللي هو 100%، لكن حق ابويا مش هيروح، سواء جابته الحكومه، جابوا رئيس المباحث، ما جابوش رئيس المباحث، مش هيروح. هعمل ايه عشان اجيب حقي؟ انا فوضت امري لله، فوضت امري لله، وبقول ربنا هو اللي هيجيب لنا حقنا. لو الحكومه مش هتجيب لنا حقنا، ففي ربنا اقوى من الكل. انا مش لاقي حد ياخد حق اللي هو ربنا اللي يجيب لي حقي. في ربنا وفي كل حاجه، واحنا مفيش حد ما يعرفش ربنا، بس انت بتبقى مبرش مش حاسس باي حاجه. بين بلطجيه بلا رحمه وجهاز امني مترنح لم يتعافى بعد، وضحايا مغلوبين على امرهم، بات السير الامن في شوارع مصر نعمه يحلم بها المصريون.